ثم قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. هاتان السورتان تسميان سورة المعوذتين، وتدرج سورة المعوذتان، وتدرج معهما قل هو الله أحد، فيقال المعوذات الثلاث، لأنها تشرع أن تقرأ في عدة مواضع معا، وتسمى أيضا القواقل الثلاث. ورب الفلق هو رب الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. والفلق قيل هو الصباح، وقيل هو كل من فلق عن شيء، وهذا أصح، يعم الصباح وغير الصباح، فكل المخلوقات سوف تجدها أنها انفلقت عن شيء قبلها، هكذا خلقها رب العالمين، فيدخل في عامة المخلوقات. ثم قال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل، وهو أيضا القمر الذي هو علامة الليل، فهو استعاذة من الليل ومن القمر ومما يكون في الليل من الدواب والهوام والشياطين والمجرمين وغير ذلك، لأن الليل فيه الجرائم أكثر من غيرها، وفيه المصائب أكثر من غيرها، وفيه الاعتداء أكثر منه في غيره في الأزمنة الماضية، ولا يزال هذا موجودا غالبا إلى اليوم. قال: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هي الأرواح الساحرة، أرواح الرجال وأرواح النساء، وأنثها لأن الغالب أن يكون السحر إما بفعله يكون من النساء، وإما بطلبه يكون من النساء، ولذلك الواجب الحذر من السحر سواء من الرجال ومن النساء، والواجب الحذر بالذات من النساء، لأنهن كثيرا ما يطلبن السحر وكثيرا ما يسحر، والسحر والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون كفرا ويكون شركا بالله جل وعلا في أحوال معروفة عند أهل العلم رحمنا الله وإياهم. قال: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة من غير عن غيره، سواء حصلت له أو لم تحصل له، ولذلك تستعيد بالله من شره، والله هو الواقي منه ومن غيره. ثم قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، وهو الله جل في علاه، وملك الناس مالكهم جل في علاه. ثم قال: إله الناس، يعني هو معبودهم الحق جل في علاه. من شر الوسواس الخناس، هو الذي يوسوس. والوسواس هي خواطر السوء التي يقذفها الموسوس في قلب العبد، سواء كان هذا الموسوس في صدرك جنيا أو كان هذا الموسوس في صدرك إنسيا، فأنت تستعيذ به سواء كان من الجنة أو من الناس. ولذلك إذا كان الله يأمرك أن تستعيذ من الوسواس، فكيف تأتي بالوسواس عندك في بيتك؟ وهذه القنوات الباطلة كلها وساوس الشياطين، وهذه المقاطع الفاجرة كلها من وساوس شياطين الإنس وشياطين الجن، فكيف الإنسان يستعيذ بالله منها وهو يدفع أمواله من أجلها ويأتي بها لتوسوس له ولأولاده ولزوجه في بيته؟ فاحذروا يا عباد الله من وساوس شياطين الإنس وشياطين الجن، وهؤلاء ملاك هذه القنوات الفاسدة، هم داخلون في وسواس الإنس الذي يوسوس في صدور الناس والعياذ بالله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من وسواس الجن ومن وسواس الإنس، وأن يباعدهم وأن يتجنبهم، وأن يحذر من الوقوع في حبالهم وما أكثرها، وأن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن يعظهم وأن يذكرهم لعلهم أن يرعوا عما هم فيه من الضلال والباطل. نكتفي بهذا القدر اليوم.